ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الحساب الرسمي لفريق النادي الأهلي على السوشيال ميديا اللي حرص على مشاركة صور لاعبته على موقع الانستجرام من التدريبات قبل مواجهة فريق فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية. كمان الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للفيفا كتب على موقع تويتر بخصوص هزيمة النادي الأهلي من ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف نهائي مونديال كأس العالم للأندية 4-1، وعلقت الفيفا وقالت خسارة جولة لا تعني خسارة المعركة، الأهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف. منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر اختتم تدريباته في استاد الكلية الحربية، وده استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 سنة اللي هتتلعب في مصر في الفترة من 19 فبراير ولحد 11 مارس. وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني بقيادة محمود جابر على بعض الجمل التكتيكية بجانب التدريب على الكرات العرضية وسط حالة من الحماس اللي سيطرت على جميع اللعيبة. من ناحية تانية أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، ونشر الكاف بيان وقال فيه القاهرة والإسماعيلية واسكندرية مستعدون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 20 سنة، ويضع كاف مع الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية اللمسات الأخيرة على استعدادات البطولة. البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك قال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا أن الجميع عارف أن النتائج كانت سيئة خلال الفترة اللي فاتت، لكن بنعمل بكل قوة من أجل استعادة النتائج الإيجابية، وأطالب الجمهور بالتوقف عن هتافات النقد ودعم الزمالك أمام شباب بلوزداد. أما المدرب نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري اتكلم عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، وقال دي أول مقابلة من دور المجموعات وأتمنى أننا نكون جاهزين، نحن نلاعب فريق له تاريخ كبير ومعروف زي الزمالك ونتمنى أن نظهر بأفضل شكل. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع زميلتي جمانة. شكرا كلامي، شكرا جزيلا.